مجموعة مميزة من التصاميم المطرزة على ملابس قادمة من مدن فلسطينية عديدة تروي تاريخاً جماعياً من بيت لحم إلى رام الله، وترسم معالم النزوح والصمود، إذ تعرض هذه المجموعة المتنوعة من الفساتين في معرض للمنسوجات في العاصمة الأردنية عمان. وتتميز التشكيلة المعروضة في متحف طراز المقام في منزل وداد قعوار للزي العربي بالفساتين البيضاء التي طرزت بشكل معقد باللون الأحمر. لما بدأت تجمع ما كان يعني بمخيلتها إنه يكون في متحف مهني وتقني وإنه أكبر مجموعة للأثواب الفلسطينية والعربية، لا، بدأت من ردة فعل للصدمة للحفاظ على الذاكرة وحياتها. وفي المعرض أيضاً ملابس الزفاف السوداء المزينة بتطريزات تنبض بالحياة باللون الأحمر والأزرق والأصفر والوردي، وكل منها يلفت الأنظار بتصميمه الفريد. وتمثل الفساتين التي يحمل كل منها رمزية عميقة روابط ملموسة للنسيج الثقافي المتنوع للتراث الفلسطيني. التسجيل الكتابة عن هذا التراث كتير كتير مهمة، لأنه العدو بده يمحي التراث هذا. تتميز فساتين غزة المصنوعة من قماش الكتان المميز بهويتها الفريدة، بينما تتسم ملابس يافا بزخارف أشجار الصرو والبرتقال الكبيرة، الملابس البدوية التي تتميز بأنماط هندسية لا تعكس الحساسيات الجمالية فحسب، بل تحمل أيضاً طبقات من المعاني وتمثل تعويذات ضد الحسد والأرواح الشريرة. أجزاء التوب واحدة بكل المناطق اللي هي الأبة والسواعد والجوانب اللي هم الأطراف والخلف التوب. هلأ لما بنفرق بين منطقة والتانية، أول إشي اللون، بنطلع على لون التوب بشكل عام، الألوان تختلف من منطقة للتانية، وفي بالجزء الخلفي اللي بنسميه الديال دائماً في وحدة بترمز للمنطقة. المشروع الذي بدأ برغبة في جمع الملابس الجميلة للحفاظ عليها تحول إلى إرث يعرض في المتاحف ليسرد تأملات مؤثرة حول تاريخ الأراضي الفلسطينية، وأصبح شهادة على الصمود والهوية الفلسطينية.